ايوه سليمان، وش سويت في المدرسة اليوم؟ جاكم عامر؟ اي يبا، عامر جانا وانحلت المشكلة وتصالحنا وبس؟ يعني ما عاقبوهم؟ المفروض يفصلونهم. لا لا يمه، بيعاقبونهم بيعاقبونهم بس، المفروض يفصلونهم. اي انا عارفك انت ما سويت اي شيء، انت دافعت عن نفسك، لكن ذول اللي ما يستحون على وجيههم تجمعوا عليك، يبيلهم عقاب. الا عامر وينه؟ اوف نسيت صحيح. عامر عامر يلا قم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم الساعة؟ الساعة 5:30 بيأذن المغرب. مهبول انت، ولا ما قومتني؟ الله يلعن ابليسك يا شيخ. انا اوريك. الله يرجك يا ابوي، تاخرنا عليك. يا اخوي لا تشدها، قايل لك راحت علي نومه، ما تفهم؟ وين راح ذا؟ ما له اثر، بس ملح وذاب. يا ابوي انا كبتنا، شكله شرد. ازين، خله ينقلب. اهم شيء اخذت حق اخوي سليمان. يلا مشينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طال عمرك، انا جاي بقدم بلاغ. هاي عيال، وصلكم المقطع. اي واحد بيفكر يمد يده علي بخلي اخوي عامر يطلع شيء زي ما فرشت الورق. شفت خبر مفقود ترند في تويتر، طلع للمدرسه الصبح ولا عاد رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف أشوف، وريني يا قلبي عليه. الله يعين أمه ويصبرها ويرده لك بالسلامة. حسبي الله على من كان السبب. آمين. لا تدعين علي يمه، يمكننا مظلوم. بعد إذنكم. يا عيال، سلطان ضايع وهلو ما يدرون وينه. يمكن مسوي فينا مقلب. قايل لكم خلوا عنكم المشاكل، بس ما حد سمعني. طيب يا ابوي دورناه ما لقيناه. يرحم امك فكني، خروا عند اهلي تكفى. ولا اسمع لك نفس. وعلمني مين اللي وراك. مين اللي وراك؟ يا ربي طلبتك ترجع لي ولدي، مهم من عادتي غيب كل هالوقت، اكيد صاير معه شيء. يا بنت الحلال استهدي بالله، استهدي بالله، ان شاء الله بنلاقيه. هذا اول. يبا يبا عرفت من خطا سلطان. شوف شوف وشو؟ هذا ولدي سلطان؟ وش فيه؟ وين فيه؟ اهدي اهدي يا بنت الحلال، امسكي امسكي، انا بروح الشرطة هالحين. دويني حسبي الله ونعم الوكيل، جعل يدينا بالكسر. الليلة تشوف لي مكان ثاني، ما لي قاعدة في هالمكان. ولا يهمك، أضبط لك أحلى مكان وأحلى حتة، ما تشيل هم من الكلام ده. بس أنا اللي شايل هم والولد هذا اللي أنت رابطه جوا، إيش تبغى فيه؟ خله مربوط لين يموت، ما يهمني، شوف لي حل في المصيبة اللي أنا فيها. خليك على شغلك ولا يهمك، قفل الطلب. يا عيال داخ راس من التفكير، هذا وين اختفى؟ يا أبوي ريح راسك، شكله شرد. إذا حد سألنا نقول إحنا ما شفناه.
وين عايشين انت وياه؟ مسوين فيها عصابه؟ تحسب ما في امني تلك مع ذنيك انت وياه؟ وين اخفيته سلطان؟ قسم بالله حاطينه في الغرفه داخل، يوم رجعنا ما لقيناه. سلموهم للفرقه برا، تسلمهم للقسم موجب محضر. ايش تنتظرون؟ يلا تحركوا شباب، ادخلوا فتشوا المكان هذا شبر شبر. استنجد في المستودع الخلفي. خير، وش السالفة؟ أبد سلامتكم، حنا اللي جايين نبغى نعرف وش السالفة. قدامي قدامي. انزل يا تحت، انزل انزل. خليك معهم شباب، فتشوا لي المكان هذا شبر شبر. تعالوا، لقيتي هنا. ايه صح. سلامات، وين جنيت؟ لا، بس لو ما انجلد اخوي سليمان كان ما مسكوا مروجين المخدرات. ايش قلت؟